أكد سعادة وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا على عمق العلاقات الثنائية بين المنامة وموسكو. وأبدى سعادة الوزير تفاؤله بالارتقاء بمستوى تلك العلاقات في قطاع الطاقة لتشمل استيراد الغاز المسال واستكشاف المكامن البحرية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الروسية في صناعة النفط. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الطاقة على وفد جامعي من روسيا للاطلاع على آفاق التعاون الاقتصادي بين البحرين وروسيا، وإبراز الدور الذي تطلع به المملكة كبوابة للأسواق الخليجية في مختلف القطاعات. يأتي هذا الوفد الكبير من الأكاديميين والجامعيين والدكاترة من جميع جامعات روسيا للاطلاع على التطورات التنموية والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، ولكي يستفيدوا من ما نطرحه من أفكار